فشل القطع. هاي صحتي صحتي. مساء الخير الحاج. مساء الخير. السلام عليكم. كيف حالك؟ مليح شويه؟ لاباس شويه؟ واش راك تعمل؟ والله الحمد لله، انت خيرك مليح شويه؟ لاباس يا عيش. واش هذا القط والورد؟ خير خير. الحاج والله جيت قاصدك على حساب ونسب ان شاء الله، الى كتب ربي ان شاء الله. هو راك غلط وقيل السي محمد، مانيش انا. لا قال لي، انا قال لي السائد، انا بعث لي عندك السائد. قال لي السائد نسيبيه. السائد نسيبه، قال لي الحاج عنده واحد طفيله صغيره. جيت نقصدك فيها لبغى ربي ان شاء الله. انا عندي طفيله صغيره. انا سعيد هو اللي قال لي الحاج. يا راجل على البليس ما عندي والو. عندي حنان راهي مزوجه بالسعيد، نسنين بعمر وخلاص. انا عندي يعني ندرق البنات انا والله ما عنديش. والله أنا الحاج السعيد هو اللي بعثني، قال لي يا ودي الحاج عنده طفيله صغيره، روح قصدوا فيها. جيت نقصدك فيها. هذا مهبول والله، كيفاش عندي طفيله صغيره هذه سيدي؟ عندي ذراري مازال ما زوجتهمش. انا هو اللي بعثني الحاج. لما لا راهو غلط يا ودي. بحثك وين بحثك؟ عندي ما عندي حتى طبيب. لا تشوف الوجه ربي ان شاء الله. انا راني يا ودي ربي استغفر الله سيدي، رانا صايمين الله. ربي حاشاه في هذه المشاكل. السعيد راه يكذب عليك. انا ما عنديش يا وليدي، رانا صايم وفمي راهو الريك تاعي راه ناشف. ما عنديش طفيله، كون عندي والله غير بالفرع انا عمري نرفض. كونترير ما عنديش يا وليدي. لا انت كيفاش جات باش قال لك عندي؟ واش كاين؟ اش كنت نقصر ما هكذا يا ايه؟ كنا نقصر قلت له باش متزوج وقاعد. قال لي يا ودي شوف الحاج، قال لي نسيبي، قال لي عنده طفيله صغيره في الدار. قلت له احنا قصدوا فيها لبغى ربي هكذا برك يعني. ما جات في راسه برك ولا كش ما بيناتكم ولا؟ لا لا كاين حساب بيناتنا. انا كنت خدام في الخارج في طاليان. ايه كي جيت معايا شويه دوزنا هذايا، بعثوا عندي واحد لابوسيو هذايا. إيه؟ عطيت له 12 مليون. قال لي روح عند الحاج. قال لي واش يوض 12 مليون؟ واش يعني جهاز زعما؟ دا عليك الشرط على فونس ولا شي؟ الشرط عطيت له. ما بنته ما لا بنته ماهيش بنتي. دا عليا الشرط على عطيت له. ما هو اللي عنده بنته والله يحاول يزوج مرته وحده من زوج. انا عطيت له 12 مليون الحاج. قال لي روح عند الحاج. مصمص لك فمك. عطيت له 12 مليون الحاج. 12 مليون جاي لي انايا. انا هو اللي قال لي يا ودي خاطينا انا لابليس اخويا. ودي لك تراه راه اللي هذ ما تراه ما يطرطقها من واحد لواحد. يوم ما عندي لا طفله لا والو، روح ليه هو قول له يجي يوري لي هذه الطفله. سيدي راني حاب نشوف بنتي صغيره انايا. الا عندي طفله اخرى صغيره وما على باليش راني حاف. راهو يكذب عليك يا وليدي والله، يكذب عليك والله. ما كاينه من هالهضره هذه. الحاج لا تشوف وجه ربي ما تردنيش ولا إذوك. شوف انا واش راك حاب ندير لك يعني؟ السعيد يدي لك الدراهم ويكذب وانا نختار عليك مراه؟ والله واش ندير لك درك انا على بليس صاحبي؟ وكان عندي لا روح ليه هو قول له. قال لك بابا جيبو معاه ديك شغل هو ولي امر تاعك. قول له اروح نروحوا نخطبوا الحاج. ليه جاي بعثك انت كلخ لك؟ انا بعث لي انا. مي روح جيبو وليدي، روح جيبو. خسرت غير زدت خسرت 12 مليون وحسب القاطو والورد زيدهم زياده. روح روح ابني روح. لا تجي الدور يقول لك روح للحاج دي 12 مليون. ليه مطلوق هكذا انت؟ روح روح راه سكك. ليه مطلوق ابن عمي؟ روح انت راك لفت بك الورد والدور. اسمح لي الحاج ما لك، روح نقلب عليه شوف اللي قال. حوس عليه روح روح. على خير الحاج. راك تزوجت ايه؟ تبعت سعيد ولا؟ راك ديتها 18 سنه. طز. اخير الحاج. ارواح عمر ارواح. وش؟ ياك تشوف صباحة ربي. يعني واحد هنا يهرج لي في مخي السعيد ما السعيد. ملي خرجت انت نعرف باللي نسيبي ما يتكذبش عليا. سعيد واش راه يطرطق هاد الايامات؟ برك قول لي يا عمر انت على بالي الخبايا كل عندك حاجه ما تغفل عليك. انا الحاج اليوم راني مانيش من السحر ونايض، عندي شغال بزاف. ما توقف لي لا في باب التوبه لا انا. قال لك الفم مزموم ما تدخلوا ذبانه. انا ما فسد صيامي سعيد الله يسهل عليه. ما نقول لك لا ناس ملاح لا ناس ماهمش ملاح. بس كل الهضره هذه دغرغت لك راسك انت. وين هضره تشبه لك تلوح على اللور؟ كون حكينا حاجه اخرى اللي ما عندهاش قانون. ها بابا الحاجه بابا الحاجه زعما كي ولا درك في حاجه تاع الصح وليت فمك مزموم ما دخلو ذبانه وماكش متسحر ودخلت عليه دركا ريجيم اليمونتير. دوك صافي انت كي تسحر تهضر، كي ما تسحرش ما تهضرش. انا نختارك شرا كلشي تكب فيها والحاجه دوك. انا لو كان استغفر الله يا ربي انا تصرا حاجه في الدنيا يقول لك عمر 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 عمر. انا سميرة على كل لسان بطلت من الهضره هذه. انا عيطت عليه هو راه يدير الشيء اللي يدير. هذه اللي نحوس عليها. اللي يدير اللي يدير كمل ما تحشمش. واش يعني راه يطرطق ويدير؟ قولها قول الصح. يعني هو يعني روح روح ما تخافش تحوس نتقرع لك. تقرع وجبت خليني نحوس نعرف واش راه صاري. انايا داري راهي مهوله، عمارتي فيها الفوضى. قول لي واش راه صاري. شوف الحاج ملي قلت لك الحاج ناس بكري يقول لك يجي هذه يروح هذا يا منعش يروح هذا بوي. قول لي يرحم بابك واش كان يعمر لك في راسك؟ ما كانش يعمر لي في راسي. كان راه يقول لي واحد الحاجه مليحه وخرجتي انت ما كاينش مليحه. خرجتي انت فزتي الهضره. كان راه يحكي لي على راجلك واش راه يدير.
احكي لي درك انت. شوف نقول لك حاجه يا بي، شوف عمر ونسرين غير ما تامنهمش باسكو هذوك تلمو يغيروا من سعيد ويغيروا منا يضلوا يعمروا فيك يا بي. ما نشافوش واش قالوا لك اني نشوفك مهول، واش كاين؟ شكون امن درك انا؟ لا من عمر ونسرين، لا منك انت والسعيد، لا من سفيان ولطفي، لا من روحي. بي تعرف ملي انا بنتك عزيزه ونحبك وحاجه ما نخبيها عليك، غير انا اللي ما نكذبش عليك يا بي، رد بالك تامنهم. ثم السعيد ما دار والو. لا يا بي، سعيد ناس ملاح بي، سعيد واش حبو يدير؟ عنده برك مشروع هكذا يا حبيبي. لا هذا هو المشروع، مشروع نصب احتيال. ها؟ المشروع نصب احتيال. شما راح تقولي لي باللي السعيد راح يخدم. هو ياك تعرف سعيد. يمساكري في الناس. هاك تعرف سعيد، الناس ملاح ويحب يخدم ويسمع الكلام وماشي، علاش نصب يا بي واش من نصب؟ هاو جاني السيد درك سبحان الله واش من نصب، البارح حكى لي واحد ودرك جاني السيد يقول لي باللي مد 12 مليون للسعيد وقال له راح نزوجك، ما فهمتش انايا. زوجو هو ولا شكون يزوج؟ وين على بالي انايا راح يزوج، قال له نزوجك وقال باللي انا عندي يزوجوا واني فاهم انا السعيد راه يدير. سعيد يتزوج؟ ايه السعيد راح يتزوج. كيفاش يتزوج سعيد ابوي؟ وانايا يا ابوي راح سعيد راح يخليني. كيفاش راح سعيد راح يعاود عليا الزواج ابوي؟ وانت على بالك بهادي يا خا على عان انت وخدت في راجلها يا خا يا خا يا خا يا خا يا بوي يا بوي يا بوي سعيد راح يعاود عليا الزواج ابوي. كيفاش يزوج عليك؟ زوج عان راح يعاود عليك الزواج يا سعيد. وين راه هذاك تانتا هذاك تاعك وين راح يزوج؟ هذاك تانتا يزوج بروش ناد جون ناج ولا تانتا تانتا الميكي هذاك تاعك راح يتزوج به. كنا متمسخين يا وقال له قال له باللي الحاج عنده طفله، زعما انا عندي طفله واحده اخرى راهي في الدار محجوبه ودا عليه 12 مليون. ضحكتي؟ لا لا عجبتني هذا يا سعيد خلو عنده. ايه اسمح لي يا بوي هذا اللي قال يا بوي استنى شوف اقول لك حاجه ولا يا بوي اطلعي اطلعي ما تهمشي الناس وراسك يا بوي اطلعي صغيره ما يعمروا لك في راسك. انت راجلي بوي ما رجعت غيره منه يا بوي. سعيد ما شافه واش دار لكم وقفلكم في راسكم. بس نقول لك نسرين و هيا تغيروا منه ذاك الراجل غير لك انا من السعيد هذاك. ياو الا حكمتو راني لا الحاج الاخضر، والا ما حكمتوش راني نقصر. وين يروح السعيد؟ يطور طور الدور الدور دار السعيد وتجي يا اخي تعاود تدخل للدار. هاني قاعد لك هنا مسمرجحه. صباح الخير. هاني يا لا 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 الشيخ. واش راك الشيخ مصطفى؟ بس بخير. واش راهي صحتك؟ لاباس. واش راك انت؟ الحمد يا سيدي لله. خير ما جابك واش راك؟ لاباس والله الحمد يلا لله. يلاه شرفتنا زياره كبيره كي جينا الشيخ الامام روعه وبركه وخير. فرحتني في نهار اليوم الشيخ مصطفى يعطيك الخير. انعم خويا والله الحاجه غير حشمت باش نجيك وما يعني حاشم وجيت نعرفك ومنا جاني السعيد هذاك الجامع وشتو يتردد على الجامع يجي يصلي. الله يبارك. ورانا طلب معنا اعانه يعني قلنا باش نصلح شويه ندير شويه تاع موالين الخير هكا وندير كذا. ايوه ورانا عطينا له الاعانه. ايه هذه هي الحاجه والله غير حشمت باش ندير. واش يخدم لكم؟ واش يدير لكم؟ زعما يجيب لنا مكبر صوت ويخدم لنا شويه في الجامع شويه في الارض وشويه كذا وشويه سبيقه وشويه. أيوة. زواق وراه ملي داها ما بانش وحشمت انا باش ندير. لا اله الا الله محمد رسول الله. سما راه سما دار لكم كيما تاع الزواج. راه اليوم راه نهار مش مليح الحاج مصطفى والله ما هو مليح. السعيد راه يبهدلني. قداه ادا لكم الامانه هذه؟ قداه عطيتكم الامانه؟ فيت 25 مليون هكا. يا لطيف بسم الله الرحمن الرحيم. مبلغ ولمينه له يعني ما لقى وين يروح للمسجد دركا. وغالق لنا التليفون عيطوا له ما يرد. يا هو ما يردش الحاج والله. اسمح لي الشيخ مصطفى والله غير اسمح لي. لا اله الا الله محمد رسول الله. المسجد تاعنا باهي ولازم يعني لحقت لهذه الدرجه يعني هذا الناس يلحقوا والله يعني انا راني خلاص راني راح نذوب كي قدامك كي شفتك. اسمح لي يا شيخ الامام واش نقول لخويا انا هذه ديرها عليا انا نحكم بارك الله فيك. والله استغفر الله يعني قبل المغرب والله بعد المغرب نجيبو مكتف نجيبو لك للتراويح ويجيب الامانه يحطها وباهي تقدم لي للجامع. اسمح لي الشيخ مصطفى والله انا وجهي راه حشم خلاص يعني مال فين نتلاقى ودعينا برك ان شاء الله دعوا الخير ان شاء الله واش ندعي لك وان شاء الله برك ملي لحقت البيت ربي الله يسجل. ما يبقى والو يا الحاج يا كون نشوفوا واش راهم يجونا للجامع شوف حوادث. لا 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 عجب تعجب يبي هذا الفينومين هذا تاع الناس قاعده وتنهب وتنصب على الناس. الله يجعل الخير الله يجعل الخير الحاج الله يجعل الخير.
هذه هي الحاج والله لا حشمته معليش ما تحشمش تحتمت جماعة قالوا لي لازم تحسن روحك تحتمت شوف عليا عليا شوف هذه راهي خلاص انا راني هنا الله يعيشك خويا هيا صحة وبركة روح بالسلامة اسمح لنا الحاج اسمح لنا الحاج روح بالسلامة روح بالسلامة حشومة 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 كبيرة حشومة كبيرة دار لي تبهدل وجه الشر يا سعيد يا خويا ان شاء الله تضربك الكار الكبيره تاع كارون دو بلاس يا ربي ان شاء الله تخبطك تروح ديريكت ما تزيد تشوفك يا ربي العالمين والله كاش سيمي ديرابي في الزيت يدخل فيك تقدمت للجامعه السعيدة ما لقيت وين تنصب تسرق في الجامعه تعرفت بنتر انت او انا راح نهبل انايا واش نسري يا بابا عاد نصبح نسنى فيك كنشوف يا بابا سعيد راني نقول لك راه صابا با سعيد راه صابا با راه صابا يا عمر راه يتبع فيه راه يتبع فيه وني خايفكش ما تطرطق وتصرى عندي في الدار يا بابا يا راه تطرطق يا بابا هذاك باللي قال لك راه يدير ريسكوكري راه يطرطق في العباد نقول لك راني صبحت دايخ جاني واحد وزاد جاني واحد اخر مانيش فاهم والو زيد نقول لك حاجه والله يا وقدم لي الجامع هذه كبيره بابا دروك جا عندي الامام راني خلاص فشلان اباتي قال لي الامام عطى له 25 مليون جا لهم السعيد حقه نخدم لكم كذا البارلور نبدل لكم قال لهم البانتوره منا لموا مساكن ارواحهم هذوك شلمنين في الجامع لا حنا ضرب لهم على السرميه تاع الجامع قال بسم الله وراهم يحوسوا عليه دروك قال لك نعيطوا له ما كانش ملي عاد يقدم لدار ربي تما خلاص نقدم المسجد خلاص ما بقاش يا بابا راني خايفه على عمر ولا غاني خايفه عليه دائما حنا نخلصوا يا بابا بصح نقول لك والله غير ديما يتبع فيه وعلى بالي بلي راح على الهلاك يا بابا معليش معليش خليني انا نطلع انا نركز انا راني عقلي موش مليح ربي يهديك يا سعيد نسرين واش 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 يا لالا واش ربحتي فهميني برك واش ربحتي كي راكي مصبح وانت تنفخي في تنفخي واش بعتك عمر حابه ديرها بيني وبين سعيد وبيني وبين بابا واش ربحتي يا لالا حرام عليك على بالك كيما سما مقبله وانت واقفه هيك كتوقبي ما خفتيش على عمرك ما خفتيش على عقوبتك قاعد يسكروكي في العباد ويجيب لك الهم ما خفتيش يدوه يسلسلوه يدوه ب 10 سنين ولا 15 سنه بصح ما خممتيش بلي راجلي مسكين يتبع فيه ما خممتيش مسكين ضحكتيني راجلك ولا مسكين انت واش كلفك راكي معايا ولا راكي معاه معاها لا لا ديجا نقول لك حاجه خطينا من الشبهات كاش واحد يجي جايز يصورني ولا يقول لك راهي معمرت لي سكرو روحي خطيني روحي 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 يا سير دارهم كامل راجلك واش سيد لا اله لا شراك الله فامي لا عزيز يا زيد شو عيط يا خلي شربكتها وقعد في الغابه كي طرجون وحدك ما كنتش قاعد وحدي هذا وانا عند السيدي بيعنا الترابي دار كان تيريسي ندير لك لافا هو البيع المليح انا الصباح الحاج قال لي به نبيعك وعندك الزهر طحت مع راجل تيري دوك يشكر بشكو يديك ياك تخلط يعني ليه واش درت انا كفا واش درت يا دار راك شخص مشبوه راه يسيرتك على كل لسان راك وونتد تاك داك الناس يديرون الدعايه ما يبغوش واحد اللي ينجح في الحياه كيف تنجح هذا الطرطيق هذا راه خدمتي دوك راه توري لي كان الطرطيق لا والو بلادي ما يجي على روحو او تقعدني ديما عايش عند الناس ما دنيش تاوي لامرك فاتري تاوي الناس يتشكي راهم يجيو بالزوج بالثلاثه واش بيك هذا ايدي ديروني الشكايه على خالي ولا دار البلد هي انا الله يسهل خويا انا تحمل مسؤوليتك انا بوري اون فوا راه عاجبني الحال راني عاقل وراه راضي عليا وراني راني مليح ما بقاش كيما نقولوا حنا قد اللي فات ابري نروح من تما بقى وحدك وقتاش والله لا راك يعني في الوقت وكنت خدم معايا غير نديرو التاويل من بام واش نخدم معاك نديرو كيما نقولوا لي زافير نشرو نبيعو ما نديرها واش سعيد جاني عندي واحد الشغل مع هذا كيفاش تقول تبعثني عند الحاج تقول لي يعطيك المرا والحاج قال لي ما كاين لا برا لا والو خالي قال لك ايه هذا قال لي شتني خالي قلنا ما عنديش ايه بقى عندي وحده في عمرها واحد 18 عام كل قال لي ما عنديش قال لي تمسخر بك سعيد قال لي ما عنديش عنده لا قال لي ما عنديش ابلاني خلاها لي في الدار يديرني طيبي لا لا سعيد سعيد عطيني الامانه تاعي الله ينورك ما قال لي ما عنديش نقول لك ديجا انا نقول لك هضرت مع خاني قال لي شكون كي قلت له عليك قال لي ابري بديت نهضر نهضر قلت له خاني واعلم انا هو تعرف بلي يحب بني دراهم الله ينورك عطيني الامانه تاعي اسمع خلينا نفرك الشغل تاعي انا نفرك الشغل تاعي ما كاش مشكل زدني كان ندي عندك زوج ولا ثلاثه تاع لي مليان نعطيهم لخالي ابري العشية ارواح دخل معايا نجي معاك انا ندخلك لعند خالي ما تدنيش لا كيما زيد ما تدمنيش هكا تزوجني بطل يا سيدي نزيد لك زوج ملايين ونشوفو
هاليك زوج ملايين تاعك اسيدي احسن يربح يوين سين 3 4 5 6 7 8 9 10 هيا داهي مالهاش ندير لك التليفون كلشي مبروك اما انا عرض لا العرس ان شاء الله يكتب ربي ان شاء الله اسمعنا خاطيني شوف والله العظيم غراه انا راني خاطيه شدني بركاك تاش شدني عندي حق ما وقفت معايا بركا هذا ما كان هو خاطيني انا هكا تقول لا 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 خدمه ما فيه والو تجوك الناس تحكي له تفرحوا تعطيه دراهم وزيد روح انا تباصيني بمليون ولا روح يرحم والديك انا مليون فيراج نجيبو تعجبني فيك تقنعني دايما تقنعني عندك جوج لي مليان اقعد ندير لك تاويل انا نتجنى الامام الامام امام خويك كل وحدك السلام عليكم وعليكم أشي. السلام ورحمه الله واش يا اخي سعيد الامانه هذيك تاع المسجد تاع الجماعه انا رحت للحاجه انا قلت له الحاج حتى عند خانيا رحت عنده فالي با تروح عند خانيا حنا دوك انا كباور اهضر مع واحد كباور روحني عند خانيا خانيا لا هضرنا معاك عندي 20 يوم انا نحوس عليك قلت لك اعطيني الدراهم نجيب لك السلعه ياك شتني عطي الدراهم للراجل اللي راح شتي با الميكرو عنده مازال عندكم غير الميكرو ديروني اذن ديروني اذن الصباح ديروني عشيه هذاك البوقا سي بون عاود لو غير فيزيبل خاطش كي كان في الكونتينر كي جا من لاشين زنقني في البور خاطش الميديتير زنق لي كونتينر تكسرني هذاك البوقا عاود يديرني ريباري لا اخي السعيد ماشي الامانه هكذا امانه تاع المسجد تاع الجامع لازم تجيبها 20 يوم حنا نحوسوا عليك التليفون غالقو ماشي هكذا الخدمه ماشي الخدمه هكذا ماشي التليفون غالقو يعني كيما نقولوا الشو ما كاينش الشو ما كاينش اللي عينو يخدم الحلال ماشي هكذا السعيد كل واحد كيف راه يتعب كيفاش يجيب الخبزه تاعو واحد راه يخدم سجار واحد راه ينقي الحشيش واحد يخدم في الشوك واحد كذا ماشي هكذا عندك الحق عندك الحق الشيخ لازم تسقم السعيد تولي الطريق اولا نسقم ان شاء الله ندير شويه تاع الكوراج برك ان شاء الله نجيب لك البوك تاعك سي برومي ها قول له ما شوف الحاج انا هضرت مع الحاج يجيبوا لي الجامع ان شاء الله انا نقول لك ان شاء الله انا نقول نجي مع خالي اي بارك الله فيك ديروا لنا الدعاء في الجمعه ياك ان شاء الله ان شاء الله الله يهديك سعيد ان شاء الله ان شاء الله الله يهديك ان شاء الله ويجيب الجامع امين فهمت نقولوا له الطريق ان شاء الله ان شاء الله على ربي سعيد وربي يعاونك السلام عليكم الو كاين بيان سور كاين ما تبغي تشري السكنه كاين شوفنا عندك لا في 4 لا في 3 جبنا تما نقولوا ورقه تاع وين زدت جبني 12 خرج العمر تاعك من الاميري جبني 12 وجبني زوج تاع التصاوير والكسي تاع ليسونس لا عندك والله تاع لومبري مارياج سي بون ماشي مشكل البيتشا انا ما نديش البيتشا نتاعي وما انا جات بغيت تعطيني ما نقولش لا لا ما انا تعطيني 62 مليون باش ندير لك لافير في الدوسير سي بون تدي جوج واحد ليك واحد لخوك اما تعمل سي 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 سافا 124 مليون يعني 3 فوا 1 بور 9 3 تعطيكم في لي بانانين بيان مليح لي بانانين تبغي تاع البالكون ماشي على الطريق سون بروبليم بقاوني زوج الاخرين هذوك هما هيا سها يا خالي والله ما يقبضوني هربت سلك بعدني انت بعدني 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 ورا خاف خاف اجري اجري ورا يا خالة شريت فيلم مالك اسمع ورا منين دخل منا دخل منا اه منين دخل منا ما راحش منا راك سير مني راح منا مالك الشيخ غطلع الشيخ غطلع الشيخ شد فيلو سعيد شبيه هذا خالي 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 شبيه حتى ما تدري شبيه تدري سعيد سعيد يا سعيد مالك سعيد سعيد مالك سعيد سعيد مالك سعيد سعيد يا خا وخذوني في سعيد ورا ورا بعدي بعدي انا جايك انا جايك والله بسرعك سعيد سعيد
بعدني 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 نوض نوض لا لا نوض يقول لك نوض بعد بعد علاش دوك نقول لك علاش لا انا خالي والله ما ناوي وبلا انا السعيد انا نحاكمك وين راح تروح والله العظيم بنعقبك حتى الاذى باش نوريك وين راح تروح معاك حتى المغرب لا بغيت